بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الخليج. بعد مرحلة التبني جاءت مرحلة التأني، فمع بدء الأزمة السورية تبنى العرب والخليجيون موقف المعارضة السورية، والذي وصفوه بموقف الشعب السوري الرافض للطغيان الأسدية، ومدوها بالمال والسلاح والدعم السياسي. أما اليوم وفي الذكرى السنوية الثانية للحرب السورية، يمكن القول إن التأني هو سيد الموقف. يطبع البعض مع الحكومة السورية، ويتأنى البعض الآخر قبل أن يساهم في إعادة سوريا لأسد إلى وضعها الطبيعي في العالم العربي، تاركا وعوده للشعب وللثوار وللمعارضة. هل هي الواقعية السياسية التي دفعت باتجاه هذا التغيير؟ أم أن إرادة الشعب السوري لم تكن أبدا هي المحرك الذي أملى على دول الخليج والدول العربية موقفها من الأزمة السورية؟ إذن بعد 8 سنوات من أزمة دامية عاشها السوريون، ما هو موقف الخليج من هذه الأزمة؟ وإلى أين ذهبت وعودات وشعارات زعمائه؟ مع بدء الثورة السورية قبل 8 أعوام وتباين في المواقف العربية والخليجية ما بين داعم للشعب السوري ورافض لسياسة الرئيس بشار الأسد، أخذت حينها الدول الخليجية تدعم الفصائل والقوات المعارضة للنظام دعما ماديا وسياسيا وعسكريا. ولكن المواقف تتغير مع تغير الأزمان، فالسعودية التي كان موقف عاهلها عبد الله بن عبد العزيز حين ذاك مطالبا بوقف إراقة الدماء، واستدعى على أثرها السفير السعودي من دمشق، تقف اليوم مستشعرة عن بعد الأزمة السورية. أما قطر فتحول موقفها جذريا تجاه النظام السوري من داعم له إلى متأرجح، حتى وصل حد رفض التطبيع العلاقات. موجة دافئة من التغيرات مرت، كاد أن يقترب فيها الرئيس بشار الأسد من الحضن العربي والعودة إلى الجامعات العربية، وكان أبرزها فتح السفارة الإماراتية والبحرينية في دمشق، إلا أنه جوبها بقوة الضغط من الدول الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، لتشدد العزلة عليه وعلى نظامه. 8 سنوات من المخاض السياسي والعسكري، ولكن لا يزال الملف السوري متعسراً، وعزل بشار الأسد ماضيا، بدءا بالقرار الأمريكي بإبقاء جزء من قواتها في سوريا، وانتهاءا بتوقف مسار التطبيع العربي وعلى رأسه الخليجي مع النظام السوري، ووقوعه بين مطرقة وسندان خلافات حلفائه الروس والإيرانيين. ويرى البعض أن الاستراتيجية الأمريكية في ممارسة آلية الضغط على الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية لعدم إثارة الملف السوري وإعادة سوريا إلى الجامعات العربية هي الوسيلة الأنجع لإيقاع إيران في شباك المصيدة وإخراجها من سوريا وقص مخالبها عن طريق ترويض النظام السوري وفرض الحصار عليه، وثورة من أجل الديمقراطية والحرية. مؤشرات على تغيرات في مواقف الدول الخليجية من الأزمة السورية. فهل ممارسة الإقصاء تجاه النظام السوري من قبل الدول الخليجية بإرادة أمريكية هي لإيقاع رأس الهرم الإيراني؟ أم هي مرحلة لإعادة تأهيل الرئيس السوري بشار الأسد من جديد؟ والآن نرحب بضيوفنا هنا معي في الاستوديو، دكتور إيدي كوهن باحث في مركز بيغن سادات، وعبر خدمة السكايب من الكويت الكاتب والمحلل السياسي عبد العزيز القيناعي، وعبر الهاتف من فرنسا الأستاذ فهد المصري رئيس المكتب السياسي في جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا. مرحبا بكم. إذن 8 أعوام على الأزمة السورية، وأريد يعني أن أتوجه إليك أستاذ عبد العزيز، كيف تقرأ موقف دول الخليج في بداية الأزمة السورية وموقفها اليوم؟ نعم، أنا أعتقد الحالة السورية بعد 8 سنوات أنا أعتقد أنها يعني كسرت مقولة أن التاريخ يكتبه المنتصرون. أبدا لم يكن هناك منتصر، الكل كان رافع راية السلاح وراية الانتصار على الأراضي السورية، لكن في الواقع لم يكن بعد 8 سنوات هناك أحد منتصر، بل هناك جماعات متطرفة دينية، وهناك الإعلام، وهناك التدخلات الإقليمية. قراءتي للموقف الخليجي بعد 8 سنوات من الدعم، دعم إزاحة
بشار من إزاحة بشار إلى حاليا القيام بإعادة العلاقات إلى سابق عهدها كما كانت. حتى أنا أعتقد هذا الموقف هو نظير يعني تبادل إقليمي، تدخلات إقليمية دولية بداية من عهد ترامب الجديد وسياسته في دول الخليج وتأثيرها على المنطقة العربية، وأيضا هناك تدخلات الروسية والإيرانية في سوريا من ناحية دعم الجماعات جماعات حزب البعث نظام الأسد ضد التيارات السنية. فهذا الموقف الخليجي أنا أعتقد هو موقف نابع من عوامل يعني خارجية، بالإضافة إلى هناك يعني إحنا لا ننسى أن أول ما بدأت الثورة السورية كان هناك العديد من يعني الشعوب، يعني أنا يمكن أتكلم بالكويت، كانت هناك تبرعات كبيرة ومناشدات كبيرة بفتح أبواب الجهاد في سوريا وغيرها من التيارات الإسلامية، أن تعتبر سوريا أرض جهاد يعني بمثابة إزاحة طاغية من الحكم. ولكن بعد هذه الثمان سنوات أدركت حكومات الخليج بأن بقاء بشار الأسد قد يكون ضمن قواعد اللعبة السياسية الكبرى في المنطقة العربية، لأنه هو يمكن الضامن أو الحافظ لهذه التوازنات، وحتى لا تخرج سيطرة هذه التيارات المتشددة دينيا أو مواجهة إيران أيضا من ناحية أخرى، حتى لا تخرج لتمثل حالة حرب أكبر على الأرض السورية. نعم أستاذ فهد، يعني كيف تصف رحلة دول الخليج مع المعارضة السورية؟ يعني السؤال هنا عكسي، ما هي قراءة المعارضة السورية اليوم لتطورات الموقف الخليجي من الأزمة؟ أولا علينا أن نميز بين الموقف الرسمي الخليجي وما بين الموقف الشعبي للشعوب في منطقة الخليج. الموقف الرسمي الخليجي قدم الدعم المالي والعسكري، ليس دعما للثورة السورية، وإنما اعتبر ما يجري في سوريا يجب أن يكون خط دفاع أولي عن دول الخليج بهدف استنزاف إيران وحزب الله والميليشيات الشيعية العراقية المتطرفة وغيرها من الميليشيات التي جلبتها إيران إلى سوريا، لإبعاد الخطر الإيراني عن دول الخليج وبشكل خاص المملكة العربية السورية. فبالتالي لم يكن دعما للثورة السورية، الدول الخليجية لم تدعم أي ثورة على الإطلاق، بل عملت بكل جهودها أن بشكل خاص في سوريا أن تبعد الخطر الإيراني عنها، وعملت أيضا على دعم يعني أساسا عراب النظام السوري هي الدول الخليجية وبشكل خاص السعودية. فبالتالي هناك نظام إقليمي مترابط، هناك ترابط ما بين النظام السوري والنظم الخليجية بشكل عام وبشكل خاص النظام السعودي، وبالتالي هذه النظم ليس من مصلحتها انتصار ثورة الشعب السوري، لأن انتصار ثورة السوريين يعني بالضرورة انتقال عدوى الثورة ضد النظم الدكتاتورية والاستبدادية إلى منطقة الخليج. ربما يمكن أن نلاحظ أن الموقف الخليجي المتطور الوحيد هو الموقف الكويتي تجاه الشعب السوري، يعني هناك بعض الاستثناءات في الموقف الكويتي تجاه قضية الشعب السوري. أما باقي الدول الخليجية يعني من الوهم أن نظن أن هذه الدول رغم مواقفها المعلنة في معاهدات النظام السوري، إلا أن هذه الدول لم تقطع علاقاتها الأمنية بالمطلق مع نظام بشار الأسد. طب أستاذ فهد، يعني قبل أن أتوجه إليك دكتور إيدي، اسمح لي يعني بما أن ذكرنا إيران أريد أن أتوجه إليك أستاذ عبد العزيز، ألا يمكن أن نقول أن ضرب محور إيران كما ذكر أيضا أستاذ فهد ووجود سوريا في هذا المحور كان سبب دعم الخليج المعارضة السورية وليس يعني حرصها على حقوق وإرادة الشعب السوري؟
نعم أنا لا أنكر أن هناك فعلا نسبة يعني، لكن في الكويت أو الموقف الكويتي بعيد عن التهديدات، لأن دولة الكويت دولة حيادية يعني لا أعتقد أنها تخشى من الجانب الإيراني بقدر ما تعمل إلى مد يعني أيادي السلام وإتاحة فرص السلام. لكن أنا أعتقد فعلا أن الثورات العربية في مجمل تحركها كانت قريبة يعني قاب قوسين أو أدنى يعني من دخولها إلى منطقة الخليج، وبالعكس يعني حدثت بعض المظاهرات في الكويت وفي البحرين وفي القطيف أيضا. ولكن علينا أيضا أن لا ننسى أن التيارات الإسلامية هي الداعم الأول للثورة السورية داخل العمق السوري، التيارات الإخوان المسلمين، داعش، السلف، جبهة النصرة، هؤلاء من يدعمون التحرك ضد بشار الأسد، وبالتالي هم يريدون، يمكن لا يقصدون أن إسقاط أو إزاحة بشار الأسد بقدر ما يأملون بإقامة نظام خلافة إسلامي على أنقاض حزب البعث. يعني هم عندهم أدلج مشروع أيديولوجي إسلامي سياسي بديل عن بشار الأسد، يحاولون صناعته ليس فقط في سوريا بل في الوطن العربي كله. دكتور إيدي، أريد أن أسألك، يعني إسرائيل كانت في فلك واحد أن نقول مع دول الخليج في دعم المعارضة السورية في الأزمة السورية، هل يمكن أن نقول أن إسرائيل أيضا غيرت موقفها من معارضة الأسد حتى وصلت إلى تقبله؟ أولا خلينا نحكي عن دول الخليج بعدين نحكي عن إسرائيل لو سمحتي. تفضل. دول الخليج اليوم استسلمت للأرض الواقع واستسلمت لإيران. هذا معروف. دول الخليج قطر والسعودية مولا في بداية الثورة السورية المعارضة العلمانية السورية، والعريفي والعوادي علماء الخليج أبرز العلماء كفروا بشار الأسد، قالوا عنه نصيري، وأعلن كما قال الضيف بالكويت النفير والجهاد. اليوم بشار الأسد صار مسلم وكلهم بدهم يفتحوا خطوط معه. ما حدث هنا؟ إيران خوفا من إيران بعد التدخل الروسي، بعد التدخل الروسي استسلموا كلهم لأرض الواقع، وإيران انتصرت مجددا على دول الخليج. أما بالنسبة شو اسمه مدير مكتب أمير الكويت، حدث عن انتصار إيراني. نعم. وأنا أسألك إذن إسرائيل أين موقفها الآن؟ في 2014 معلومة مهمة، في 2014 مدير مكتب أمير الكويت أحمد فهمي أقنع جرب يقنع أوباما أن يضرب بشار الأسد، لكن أوباما رفض التدخل العسكري السوري. أما بالنسبة لإسرائيل، الجميع السوريين ودول الخليج والمعارضة وكلهم كانوا بدهم يجروا إسرائيل للمستنقع السوري. لحسن الحظ إسرائيل لم تتدخل ولم تدعم أي يعني فصيل، لكن فتحت أبوابها بينما دول الخليج أقفلت أبوابها لجرح السوريين. يعني نحن أسسنا مستشفى ميداني وأكثر من 3000 جريح سوري مسلمين إسلام، يعني مش يهود، أجوا وفتحنا لهم أبوابهم وعطناهم كل اللي عايزينه. وبينما دول الخليج، وخلي أستاذ فهد يحكي، دول الخليج أقفلت أبوابها، لم تستقبل جريح واحد سوري. طب أستاذ فهد، هل بالفعل سيطرت التيارات الإسلامية على الأزمة السورية، هي التي أفقدتها دعم الخليج؟ أولا لنكون واضحين، الدول الخليجية، أولا المعارضة السورية، من الظلم الاتهام المعارضة السورية الوطنية الديمقراطية بأنها معارضة إسلامية أو متطرفة أو متشددة. دول الخليجية عموما وبشكل خاص علينا أن نضع بعين الاعتبار الدور السعودي القطري الإماراتي في دعم تيارات الإسلام الراديكالي وبشكل خاص قطر التي احتضنت جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي هذه الدول لم تدعم المعارضة العلمانية كما قال ضيفك، بل دعمت تيار جماعة الإخوان المسلمين الذي سيطر منذ بدايات الثورة على إنشاء المجلس الوطني، فهيمنت على المجلس الوطني السوري الذي كان أول تنظيم للمعارضة السورية بعد انطلاق الثورة السورية.
أيضا إلى جانب دعم جماعة الإخوان المسلمين واحتضانها كان هناك دعم بالتنسيق مع النظام السوري وبالتنسيق أيضا ما بين النظام السوري وإيران وحلفائه الآخرين لدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة أو المتشددة وهي من إنتاج النظام السوري مثل داعش وأخواتها وجبهة النصرة وغيرها. فكان هذا التوجه لعسكرة وأسلمة الثورة خدمة لنظام بشار الأسد وخدمة أيضا للمشروع أو بالأحرى للتوجه الخليجي العام التوجه السعودي العام في محاولة استنزاف إيران والميليشيات التابعة لها على الأراضي السورية. فإذا كان هناك إرادة إقليمية دولية من أجل جعل الحرب في سوريا حرب استنزاف لكل الأطراف والقوى الإقليمية وبشكل خاص إيران وحزب الله وجرهم من أجل تشويه. أولا هناك عدة أسباب لذلك إضافة إلى الرغبة في إيصال سوريا إلى ما وصلت إليه. أستاذ عبد العزيز السيد إيلي كوهين كان محقا في أن دول الخليجية بالتأكيد دول الخليجية قدمت الحد الأدنى من الدعم الإنساني والأخلاقي للشعب السوري الحد الأدنى من الدعم الإغاثي ولم تستقبل اللاجئين السوريين. صحيح أن إسرائيل فتحت أبوابها لأعداد محدودة من الجرحى من جرحى الحرب في سوريا لكن من المؤسف أن إسرائيل لم تتخذ موقف سياسي واضح تجاه الأزمة في سوريا ولم تقدم بل على العكس رضغت للضغوط الخليجية وساهمت مع الضغوط الخليجية في إطالة عمر الأزمة وفي مساعدة بشار الأسد في البقاء في السلطة حتى الآن. أستاذ عبد العزيز بس أنا أعلق على كلام الضيوف الكرام بالنسبة حق إن دول الخليج أنا أتكلم عن الكويت. الكويت فتحت أبوابها للمهاجرين هناك أعداد كبيرة جدا من السوريين على الأراضي الكويتية يعملون ويشتغلون ويعني يعيشون في يعني حد من الكرامة الإنسانية موجودين. يعني أنا ما أعتقد أن هذا الكلام يمكن نوعا ما صحيح. مش كل دول الخليج دكتور إيدي أنا الكويت مهتمة بالرعاية الإنسانية لكثير من المهاجرين. أرجع لسؤالك أنا أعتقد تأثير الأزمة الخليجية على الموقف من الموقف السوري على الثورة السورية لا شك أنه فعلا غير من هذه التحالفات خصوصا أن قطر كانت داعم رئيسي للتيارات المتشددة في سوريا وبالتالي بعدما تم محاصرة قطر اضطرت قطر أيضا إلى أخذ موقف أكثر عقلانية أو أكثر يعني خفة من موقفها السابق حتى تكسب بقية دول الخليج وحتى تكون فعلا على الحياد وحتى لا يقال بأنها هي ساهمت فعلا كما يقال كما تطلق عليها السعودية وبقية دول الحصار بأنها اللي ساهمت على إشعال أو يعني إدامة الثورة السورية عبر صراعات عدة ومتعددة من التيارات. أنا أعتقد أن فعلا هناك تغيرات حاليا في الموقف الخليجي من الثورة السورية يصب في مجال عودة المياه إلى مجاريها خصوصا بعد يعني دخول الموقف الروسي على الساحة وحزب الله وإيران وغيره فهذا أدى إلى تغيير في اللعبة السياسية. نعم دكتور إيدي يعني يمكن أن نقول أن إسرائيل وربما الولايات المتحدة أيضا هم آخر عون بقي للمعارضة السورية وهذا أيضا ليس يعني حبا بها بقدر ما هو رغبة في مواجهة إيران وحلفائها في المنطقة. طيب هل يعني إسرائيل يجب أن تتدخل الدول العربية يعني مليئة الحمد لله بالديكتاتوريين يعني كل في العراقيين بيقول بدهم إسرائيل تساعدهم ضد إيران السوريين بدهم إسرائيل تساعدهم ضد بشار وهل إسرائيل يجب أن تتدخل عسكريا وسياسيا لجميع العرب هدول مسلمين وين الدول الخليج هن لازم يساعدوا بعضهم. إسرائيل كانت منزوفة طلعت منزوفة من لبنان إسرائيل غرقت في المستنقع اللبناني وقالت أنا لن أتدخل في الشؤون العربية فخار يكسر بعضه نحن ما بدنا نتدخل ولكن الآن بوتين أجبر الأسد على التفاهم مع إسرائيل وفي تفاهم أنه الإيرانيين بيطلعوا من الحدود مع الجولان وشرعنوا إسرائيل لم ترفض بقاء الأسد
والأسد أصبح للأسف وللسخرية مطلب جميع العالم، جميع دول العالم. لم أسمع من سنتين حاكم يقول أنا أطالب بإسقاط الأسد. أسد صار شرعي بعيون الكثير، حتى بعيون إسرائيل وبعيون أمريكا وبعيون الخليج وطبعا بعيون إيرانية وبعيون الروس. لذلك إسرائيل كمان لمصالحها قبلت الأرض الواقع. نعم أستاذ عبد العزيز، هناك تباين اليوم في مواقف دول الخليج حول إعادة التطبيع مع سوريا كما ذكر أيضا دكتور إيدي، وإعادتها إلى الجامعة العربية. ما سر هذا التباين؟ أنا أعتقد سر هذا التباين هو ما زالت يعني بقية الصراعات، بقية المواجهات، الحرب الأهلية، ترجيح كفة المنتصر. يعني ما زالت بعض دول الخليج تعول على الموقف الروسي، وبعضها تعول على الموقف الأمريكي في تغيير اللعبة السياسية. هم يعني بعضهم ما زال يأمل يعني بإزاحة بشار الأسد باعتباره أنه دكتاتور وأنه يواجه جرائم إنسانية نظير تهجير شعبه ونظير قيامه بحرب عبثية. ولكن أنا أعتقد أيضا أن هذا التباين هو مرد بشكل أساسي إلى إلى الأزمة الخليجية. الأزمة الخليجية لم تطال فقط يعني مواقف دول الخليج ضد بعضها البعض، ولكن أيضا للأسف ضد بعضها البعض في الخارج. فالجامعة العربية الآن، الجامعة العربية الآن يعني بكل صراحة أصبحت يعني لا تملك أي قرار سياسي قوي يؤهلها فعلا أنها تفرض الأمور السياسية وإعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية. هناك خلافات عربية عربية وخليجية خليجية حول هذا الموقف، هو نظير الأزمة الخليجية ونظير المواقف الدول الكبرى حول مصير بشار الأسد. وهل هناك سوف يتم الاستمرار؟ هل سوف يتم إزاحته؟ هل سوف نرجع؟ هل سوف ترجع العلاقات السياسية الدبلوماسية؟ دكتور إيدي يريد الرد باقتضاب لو سمحت، أريد أن أتوجه إلى الأستاذ. الجامعة العربية الآن في هذه الأيام يعني يحاولون إرجاع نظام بشار الأسد، قتل الملايين، هجر الملايين، كأنه ما صار شيء، بشار الأسد حيرجع وكلمة واحدة. طيب. يعني أنت العرب اتفقوا، أنا لا أشكر، بالسبعين سنة الماضية العرب كانوا متفقين مع بعض. طيب أستاذ فهد، هل تدفع المعارضة السورية ثمن الأزمة الخليجية وصراعات القوى داخل العالم العربي؟ الشعب السوري يدفع ثمن خيانة العالم والمجتمع الدولي والعرب بشكل عام. كما خان المجتمع الدولي الشعب اليهودي، يقول الشعب السوري للمرة الثانية، وهذه وصمة عار على جبين الإنسانية. الجميع يتحمل مسؤولية الأوضاع التي وصلت إليها سوريا والدمار والتشريد الذي وصل إليه الشعب السوري، وجميع الدول العربية والخليجية بشكل خاص والإقليمية جميعها يجب أن تتحمل جميع تكاليف إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد بشار الأسد وتعويض الشعب السوري. عبد العزيز، إذا يعني تحدثنا عن موقف دول الخليج من إعادة التطبيع مع سوريا. إذا يعني برأيك الشعب السوري على من يعول الآن؟ نعم، أنا أعتقد أن بإمكان الشعب يعني السوري أن ينظر إلى دول الخليج أيضا من ناحية أن سوف يساهم في إعادة الإعمار، خصوصا الكويت أعطت وعود وقدمت يعني في مؤتمر المانحين يعني وعود بإعادة الإعمار. فبالتالي يعني الشعب السوري، أنا يعني هو شيء مؤلم ومؤسف أن يصل يعني إلى هذه الحال من اليأس، ومن يعني أن يعتبر الكل عديم الإنسانية. ولكن في النهاية سوريا موقعها وتاريخها، وأعتقد وجود يعني كذا دولة داخلها وكذا جيش داخلها، هذا يؤدي إلى عدم يعني تكبير الموضوع بصورة أكبر وإبقاء الوضع كما هو عليه. أنا أعتقد الشعب السوري الآن إذا يريد أن ينظر إلى دول الخليج، ينظر لها من ناحية أنها سوف تقدم المساعدات المادية وإعادة الإعمار والمساهمة في تشكيل سوريا جديدة رغم بقاء بشار الأسد. إعادة الإعمار، ضيفكم من الكويت بيحكي عن إعادة الإعمار، كيف إعادة الإعمار وبشار الأسد لا يزال في هرم السلطة؟ بشار الأسد قتل الملايين وهجر نص شعبه، ولا عم يعملوا له إعادة إعمار كجائزة يعني؟
لابد علينا، احنا ما نستطيع ان نغير من اي قواعد شروط اللعبه السياسيه. لا نستطيع. هناك دول كبرى عظمى لم تغير من سياستها، لم تقبل ببديل لبشار الاسد، فكيف تقبل دول الخليج بان تلعب هذا الدور؟ نعم تفضل استاذ فهد، تفضل. جميع الدول الإقليمية والدولية تتحمل المسؤولية للأوضاع التي آلت إليها في سوريا، وتتحمل حكومة نتنياهو أيضا المسؤولية أيضا عن ما وصلت إليه سوريا. الآن إسرائيل تريد إخراج إيران من سوريا، والدول العربية تريد إخراج إيران من سوريا، في حين أنها هي التي بسياساتها واستراتيجياتها حيال سوريا هي التي سمحت لإيران بالتغول في أربع دول عربية منها سوريا. طب أستاذ فهد، في معايير الربح جميع هذه الدول الإقليمية والدولية المشاركة في الحرب في سوريا هم أطراف في هذه الحرب، وعليهم يعني إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد. طب أستاذ فهد، هذه لن تكون مزية، هم سيكونوا مجبرين لتعويض الشعب السوري عن كل الخسائر والدمار. أستاذ فهد، لحظة دكتور إيدي، في معايير الربح والخسارة، هل ربحت المعارضة السورية من احتضانها من قبل الخليج، أم أن اليوم بات واضحا أنها خسرت في رهانها على هذه الدول؟ دول الخليج لم تتبنى المعارضة السورية، دول الخليج تبنت خطة النظام السوري لتشويه ثورة الشعب السوري للقضاء عليها. الدول الخليجية لا تريد انتصار ثورة الشعب السوري، الدول الخليجية تريد استمرار النظم الاستبدادية في سوريا، وبالتالي هذه الدول تتحمل وعلى رأسها قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية تتحمل القسط الأكبر مع إيران عما آلت إليه الأوضاع في سوريا. هم ملزمين في مرحلة ما بعد بشار الأسد بالاعتذار من الشعب السوري مع المجتمع الدولي، الاعتذار من الشعب السوري وتقديم، وهم ملزمين بتقديم جميع أنواع الدعم لإعادة الإعمار وتعويض جميع الضحايا والمتضررين من هذه الحرب. نعم، وصلنا للأسف لختام الحلقة، وأريد أن أشكركم عبر الهاتف من فرنسا الأستاذ فهد المصري، رئيس المكتب السياسي في جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا، شكرا جزيلا لك. معي هنا في الاستوديو كان معنا دكتور إيدي كوهن، باحث في مركز بيجن سادات، شكرا جزيلا الشكر لك دكتور إيدي. ومن الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز القناعي، جزيل الشكر لك. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل لختام حلقة أخرى من برنامج عين على الخليج، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.